في الخبر الوطني، بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والائتلاف المغربي للماء اتفاقية شراكة لتنمية الكفاءات في ميادين الماء والبيئة والتطهير، تم التوقيع عليها اليوم بالرباط. وفاء اليعقوبي ومحمد تونين. الجهود متواصلة لترجمة السياسات العمومية المنبثقة عن مؤتمر كوب 22، خصوصا الشقة المتعلقة بالمادة 12 من اتفاق باريس، اتفاق دعا الدول الأعضاء إلى تطوير التربية والتكوين في الميادين ذات الصلة بالتغيرات المناخية. في هذا المنحى تسير هذه الاتفاقية. الكل طالب بالاتجاه حول التكوين وتقوية القدرات. إذن هذه الفرصة هذه هي مهمة بالنسبة لنا وبالنسبة للوزارة، لأن احنا غادي نعطيو واحد الإطار اللي هو واجد وفيه جميع القطاعات، والوزارة كتسمح لنا باش نساهموا في الاستراتيجية ديالها ديال 2021. نغتنموا الخبرة ديال هذه الجمعية اللي هي مهمة جدا، وفي نفس الوقت التعاون مع نقول الفاعلين اليوم الاقتصاديين كذلك، وفي نفس الوقت كاين هناك واحد العمل اللي هو قوي جدا، هو تحديد ما هما نقولوا الوظائف اللي غادي يجوا في المستقبل في هذا الاطار هذا. تتوخى هذه الاتفاق امر تعارض التكوين في قطاع الماء متطلبات النسيج الاقتصادي الذي يحدد بدوره متطلبات سوق الشغل. ولتحقيق هذه الأهداف يضع الائتلاف المغربي للماء بالضرورة في قطاع التكوين المهني.